بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل مصر كتابا بعد أن ولى عليهم محمد بن أبي بكر، كتب: أحسنوا أهل مصر موازرة محمد أميركم، تردوا حوض نبيكم. وفي نقل آخر: أحسنوا أهل مصر موازرة محمد أميركم، واثبتوا على طاعته، تردوا حوض نبيكم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوم 15 من شهر صفر، يعني منتصف شهر صفر، في عام 38 من الهجرة، قتل محمد بن أبي بكر وكان عمره 28 عاما. محمد بن أبي بكر ولد في العام العاشر من الهجرة، عندما سار النبي صلى الله عليه وآله ومعه الجموع من المدينة المنورة متوجهين إلى مكة لحج الوداع. قيل أن أسماء بنت عميس اللي هي والدة محمد بن أبي بكر وضعت محمدا في ذي الحليفة، وين اللي لما تروح أنت المدينة وتبي تحرم لعمرة أو لحج، وين تحرم؟ في أبيار علي، معدل مسجد الشجرة، منطقة ذي حليفة، قل هناك وضعت. ولذلك أكو بعض الأحكام المتعلقة بالنساء أن إذا كانوا في حال النفاس شلون إذا بغي يروحون العمرة أو الحج الإحرام كيف؟ هني سألت أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وآله وأعطاها توجيها يذكرون الفقهاء بشكل مفصل وفي روايات في ذلك. طيب، إذا النفساء تريد أن تحرم. الغرض، ولد عام 10 من الهجرة، مات أبوه وله من العمر سنتان أو 3 سنين. ثم بعد أن خرجت أسماء بنت عميس أمه من عدتها، عدت المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، هذا عدة الأرملة. بعد ذلك تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول زوج لها أسماء بنت عميس كان جعفر بن أبي طالب، أول واحد، وأنجبت منه أولادا ذكورا وإناثا، واحد منهم محمد بن جعفر بن أبي طالب، والثاني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب اللي هو زوج زينب سلام الله عليها. وبعد أن قتل جعفر الطيار في مؤتة، تزوج أبو بكر بأسماء بنت عميس وأنجبت له ولدا واحدا وهو محمد بن أبي بكر. وبعد أن مات أبو بكر تزوج بأسماء بنت عميس أمير المؤمنين سلام الله عليه، قيل أنجبت له ولدين، يحيى وعون، اثنين، وبعض الروايات تقول ولد واحد عون. فهذا تربى اللي هو محمد بن أبي بكر، تربى في حجر علي سلام الله عليه، وأمير المؤمنين عليه السلام أدبه ربه إلى أن قتل. كان عمره يوما قتل 28 سنة، يعني هو ولد عام 10 من الهجرة واستشهد عام 38، واضح أنه 28 سنة. وكان يطلق عليه أنه أحد نساك قريش، عباد قريش. هذا اللقب أكثر ما يطلق على كبار السن، أما واحد عمره 28 سنة يوصف بأنه من النساك، نساك قريش، يعني يبين كان تعبان على نفسه ومجتهد، ويبين ثمرة تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه ووالدته أسماء بنت عميس. في المهدي ينطق، في المهدي ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهاني، وقال آخر: في المهدي ينطق عن سعادة أمه أثر النجابة ساطع البرهاني. الغرض، في كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
يأبى المحامدة أن يعصى الله. المحامدة جمع محمد. يقول يأبى المحامدة أن يعصى الله، ما يحبون الله يعصى، يرفضون أن الله يعصى. من هؤلاء المحامدة؟ سألوا أمير المؤمنين من هم؟ قال أربعة: محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد بن أبي حذيفة، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر سمعت قبل قليل رسالة الإمام أمير المؤمنين لأهل مصر، شاف أمير المؤمنين أنه هو يعني في عند المؤهل ليكون ممثله على أهل مصر، ومصر ذاك اليوم كانت بعيدة عن الكوفة مسافة، فيبي أمير المؤمنين عليه السلام واحد يكون موجود هناك. قبله كان واحد قال له عبد الله بن أبي السرح، واشتكوا عليه أهل مصر هناك، ما كانوا يشوفونه صالح يعني للحكم، وراحوا إلى عثمان المدينة بعض أهل مصر وشكوا الحال وكذا. وبعدين صار اللي صار، عندما تولى أمير المؤمنين عليه السلام الأمر أرسل محمد بن أبي بكر، شاف أنه يعني يعدل بين الناس ويسمع كلامهم ويتطلع إلى أن يقيم العدل ويدير أفضل الأمور فيهم، فشاف يعني فيه المؤهلات الكافية ليتولى أمر مصر وأهل مصر وأرسله. طيب شنو اللي صار؟ اللي صار بعدين في يوم صفين، في يوم صفين بعد أن انتهت حرب صفين، يقول معاوية كان مواعد عمرو بن العاص أن إذا الأمر صار له وقوي أمره بعد حرب صفين أن يعطيه مصر، يعطيه مصر هناك، يوجه إلى مصر. وهذا اللي صار بالفعل، أرسل معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص ومعه 6,000، معه 6,000 شخص محارب، الحين فارس راجل، 6,000 واحد، وأرسل إلى مصر أن يأخذ من محمد بن أبي بكر أمر القيادة هناك وأمر الإدارة والحكم، وهو اللي يتولاها. وبالفعل راحوا، هذا بعد صفين، عمرو بن العاص معه 6,000 واحد. محمد بن أبي بكر وصل له، وصلت له الرسالة أن عمرو بن العاص معه 6,000 من جيشه من عسكره في طريقهم إلى مصر. شنو سوى؟ شيئين. محمد بن أبي بكر عمل أمرين، عمل شيئين. الشيء الأول أنه كتب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بالأمر أن هذول جاييني وعددهم جيش يعني كثير، وأرسل لي عونا مددا. الشيء الثاني اللي سوى استنهض أهل مصر. ذاك اليوم مصر مو متعودين على محمد بن أبي بكر وخطاباته، وأنه يدعو إلى علي سلام الله عليه، لأن قلت لك قبل كان عبد الله بن أبي السرح، جعله عثمان، يعني عندهم التوجه الأموي ذاك اليوم. ولذلك يقول معاوية كتب إلى شيعته اللي موجودين في مصر، اللي موجودين في مصر بالترغيب، وكتب إلى عدوه في مصر بالترهيب، يعني اللي ما راح يكون مع عمرو بن العاص بعد أنا حذرته وأنذرته، وكتب بشارة لأهل مصر اللي كانوا على خطى الأمويين. وراح بالفعل عمرو بن العاص هناك، طلع محمد بن أبي بكر 4,000 واحد، كل اللي قدر يطلعهم من أهل مصر علشان يقاتلون ويدافعون عن مصر وعن أنفسهم ونسائهم وأعراضهم وأموالهم، قدر على 4,000 واحد بس، وهذلاك يايله 6,000. شلون يقسمهم؟ قال 2,000 أخليهم وياي داخل في مصر، و2,000 أرسلهم مع قائد عسكري اسمه كنان بن بشر، قائد عسكري هذا عنده أمور يعني خبرة في الأمور العسكرية، وبالفعل أرسله على حدود مصر برا، يعني حيث الجيش لما يجيبهم عمرو بن العاص ويقدم معها 6,000 تكون المواجهة هناك في مصر، علشان لا يدخلون بعد داخل مصر وتصير فوضى وحرب وقتل وترويع للنساء والأطفال والآمنين والمدنيين. وبالفعل واجههم كنان بن بشر مع 2,000 وهذلك 6,000. وعلى ما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه،
قدر أمير المؤمنين يطلع له بالغصب 2000 واحد، مو كلهم استجابوا لدعوة علي سلام الله عليه، 2000 واحد، وأرسل على رأس 2000 أمير المؤمنين واحد قال له كعب بن مالك، وراحوا هناك. بس بعد خلاص لما وصلوا كل شيء خلص، قتل محمد بن أبي بكر وصار اللي صار، وأخذ عمرو بن العاص مصر.